ويلا كان سابقا عن موضوع الكلاس الشيكي بشكل خاص المقاطع المختلفة. أنا سريع في نفس الموضوع هذا، كان حصان من النوع اللي يحب العضو الشيكي، يعوض عضها يلعب فيها يقلبها بفمه بسنه الى اخره، كل ما وسعتها احسن، سواء وسعت الحلاقه اللي تحت الرقبه او القطعه اللي تحت الشكيمه، اذا كانت الشكيمه فيها كل ما وسعتها عفوا كل ما ضيقتها كل ما قربت من الشدق ووخرت عن سنونه وعن نابه، كل ما وسعتها كل ما قربت. فالحصان اللي يحب يعضعض كل ما ضيقتها صح ضايق شوي لكنك عملها وبعدتها عن سنونه، عكس مع الحصان اللي يحب يستعمل الشدق كثير كل ما وسعتها اريح عشان ما تضايق الشدق زياده. فالاصل هو الوزن، لكن مرات مع بعض الخيل التضييق اريح له او امن له من التوسيع، ومع بعض الخيل التوسيع اريح له او امن له من التضييق. Hey.